صباح الخير، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شو اخباركم؟ هاي غيث من الصبح جاي اشوفكم العالم العراقي، غيث وطني. راح نروح للمزرعه ورد وريحان لان هي من اجمل المزارع، كلش حلوه فجددنا بيها لان كل المزارع رحنا لها مو هالقد، يعني مو مثل جمال هذيك المزرعه، فاليوم راح نروح لها. وهاي هسه احنا راح نطلع من بس مايه. هنا أنا طبعا وصلنا احنا للمزرعة، طبعا هاي المزرعة انا ناشرت لكم اياها ورايحت لها سابقا. المزرعة قلت لكم عليها العفو كلش كلش حلوة ومناقصة من اي شيء، يعني كل شيء جاهز بيها. ابقوا وياي واتمنى تستمتعون ويانا. وهنا أنا أول ما دشن المسبح وطبي طبعا محمد وعبد الله ويوسف ورضاوي ابن حماتي، أول ما طبوا بدلوا يعني نزعوا الملابس مالتهم وطبوا، طبعا كلش حلوة. وهاي طبعا احنا البارحة رحنا لها من كانت عطلة مال الجهال، طبعا كلش كلش تونسنا رغم ما جو شوية كانت في كسرة برودة، يعني مو كان بارد وكان جو كلش حلو وتونسنا حيل بيها. خليكم وياي بال مكانكم خالي يا احلى متابعين بالدنيا. طبعا هنا جاي يسبحون الاطفال، طبعا كلش متونسين وكانوا هم يعني يحسبون يوم يوم وش وقت يروحون للمزرعة، متحمسين كلش الها لان مثل ما تعرفون اجى الشتاء وبعد يعني ما حد يطلع هاي الاماكن، يعني المزرعة بعد ما نجيها لان شتاء وباردة وخاف الجهال يتمرضون وبدت هي اصلا المدارس. وطبعا مكان خالة ام مشتاق طبعا كان كلش خالي، خالة ام مشتاق هي من اقربائنا قرايبنا، وكم مرة جت ويانا طبعا للمزرعة ومكانها كان كلش كلش خالي، طبعا احنا كنا نتونس حيل وياها وهي تتونس هم خطية ويانا. وهنا أنا طبعا كان عبودي يسبح، طبعا كان يخاف من المي يعني ما يجازف ما يطب هالقد، بس قمنا لين دائما نروح للمزرعة قام شوية شوية يعني يتجرأ ويطب للمي، صار شي عنده عادي الحمد لله والشكر، يعني راحت الخوف منه، قام يطوب ويلعب بيا الجهال ويقمز يعني ومن هاي السوالف مثل ما جاي تشوفون بالفيديو حيل متونسين. وهنا أنا طبعا بدأ غيوثي هم ينزل بالمسبح مال الكبار، طبعا هو كان هو وهيمون بن حماتي ينزل بالمسبح مال الصغار، وهنا أنا عجبه نزل شوية كان أصلا ما ينزل بيه خاف لأن يشوفه غميج، اتعود شوية شوية وقام يلعب طبعا بالمسبح مال الكبار عاف حتى مال الصغار قام ما يلعبوا وياهم. وهنا أنا عبد الله كان كلش خايف عليه يقول ماما خاف يعني يطب بحلقة مي أو يغرق. وهنا طبعا كان محمد وابن حماتي وابن حماية
وحماية كانوا يلعبون فيشة، طبعا مندمجين وكلش متونسين. طبعا هي لعبة الفيشة كلش حلوة. عافية عافية، يلا عافية. وطبعا هاي المزرعة متروسة يعني مليانة أشجار مال التمر مثل ما جاي يشوفون، والتمر مالته كلش طيب. طبعا قبل فترة من أجرنا بيها، طبعا أبو المزرعة كلش إنسان يعني خلوق. طبعا قال المحمد قد ما تريدون تأخذون تمر أخذوا من المزرعة. طبعا الكبار جاي يسبحون، وغيوثي وهيموني ابن حماتي قاعدين يلعبون. طبعا نفس الشيء لقد توأم لابسين نفس البرنوس نفس اللون قاعدين يلعبون بالمراجيح. وهنا الحديقة طبعا كلش حلوة وكل الملاعب بيها. صورت لكم الاجواء بالليل هنا، صورت لكم البيت. طبعا البيت كلش حلو وكلش نازك يعني صغير وكل شي بيه حلو، فحبيت اصور لكم الاجواء بالليل قبل لا نطلع. طبعا مسحت الارضية وعزلنا البيت، طبعا كل من عزل غراضة واخذهن وبقى بس المسح. طبعا خطية خالة مسحته يعني بالماسحة، وانا رجعت مسحته بالوصلة. طبعا نظفت كل البيت، غسلت الحمام وخلصنا وطلعنا. طبعا هاي صورت لكم اياها قبل لا نطلع، لان الموعد مالتنا كان ساعة 6:30 واحنا طلعنا الساعة 6، لان خطية يعني هو الولد صار ميانة يعني ويا محمد، فخابره وقال له تعال اخذ المزرعة، فقال له قال له مي يعني عادي اذا تبقون، وحتى اعطيكم ساعة زيادة لان صار حيل ميانة ويا محمد، فقال له لا يعني هذا هم رزقك، فاني هسه راح اطلع. فلملمنا يعني وشلنا الغراض ومسحتها، طبعا كلش هي نظيفة مطبيناها، فلازم مثل ما ناخذها نظيفة لازم نسلمها نظيفة، شلون ما اخذناها نسلمها. والحمد لله والشكر مسحناها وخلصنا. وطبعا هسه راح نطلع من المزرعة شوية ونطلع، ننتظر لحد ما ابو المزرعة يجي ويستلمها ونطلع. طبعا كان احلى يوم وتونسنا كلش بيه، لان جت بعد المدارس وطلع هاي الاماكن اصلا ماكو، وبدا عندنا الشتاء بعد لان صار الجو بارد، وانا قاعده والجهال يلعبون قبل لا نطلع، قالوا بين ما يجي الولد يعني نطلع.
وهنا طبعا سلمنا المزرعة وراح نطلع منها. كانت طبعا أجمل مزرعة كلش حلوة، وبالعافية على صاحبها. ولهنا راح أختم وياكم، لا تنسون حطوا لايك وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. نشلو مع ألف سلامة.